مساء الفل على الكل. يا توت يا عسل قلبي. توت يا توت. تقول له اخبار التراك الجديد؟ ما هو بقى باشا مش عايز يقف جنبي. اقف جنبك ازاي يا ابني؟ يعني برنس زي حضرتك كان وكيل وزاره اكيد ليك معارف في الفن. اتفضل يا سيدي. تيتا ولا تيتا؟ اهلا. ايه علاقة وزارة الصناعة بالفن؟ وبعدين لو مؤاخذة يا تيتا بتتكلم ما تزعلش مني يا ابني، انت صوتك ولا علي الحجار ولا مدحت صالح ولا الحلو يا حلو انت. ومين العيال دي؟ دول جمهور يا عم عرفان. جمهورك؟ ده ليه جمهور؟ يا عم عرفان هو انا اغني؟ انا مطرب مهرجانات. يعني هو شرط يبقى صوتك وحش عشان تبقى مطرب مهرجانات؟ مين قال كده بس؟ طب اسمعوا الاغنية دي. ها؟ اديني فرصة. عشان خاطر ربنا يبعدوا يا ناس عننا، عشان عينيكوا الفار مودي انا في داهيه كده، عملت باصلي ياما ما شفتش غير الاذى، ما شلتش هم عمري انا معايا ربنا، اللي اديته سري بس هو ما سطرش، واللي وقفت جنبه بس برضه ما طمرش، واللي جه في سيرتي في داري يابا ما رحمش، كل دول شر عايشين يعدوا في بعض. محدش كان صافي لي في الشده اقول زميلي، كل اللي جنبي عينه رشقه جوه جيبي. صباح الخير يا دكتوره سميره. صباح النور. بذمتك مش عيب على وكيل وزاره سابق محترم زي حضرتك ومهندس كمان يقعد يسمع للي بيجعر ده؟ جرى يا دكتوره، ايه الكلام ده؟ تيتا؟ انا تيتا؟ انت جننت ولا اتهبلت ولا ايه؟ هترد على الدكتوره ولا ايه؟ جرى يا عم عرفان انت مش سامع بتقول ايه؟ خلاص يا دكتوره احنا اسفين لو كنا ازعجناكي. حضرتك انت ازعجت الكون كله بالقبح والرداءة دي. ما خلاص قلنا اسفين. انا غلطانة اللي لسه قاعدة في المنطقة دي، وانت ما تشوف لك يا ابني شغلانة غير الغنى، هتريح نفسك وتريح الكون كله. شكرا يا دكتور. ثلاثين يوم شهر مطلوب مني 40,000 جنيه لكورسات عمر، ونصهم 20,000 جنيه لطلبات جميلة، يعني توتال 60,000 جنيه خلال شهر 30 يوم. خلاص يا سيدي فهمت، والله فهمت. كان الله في العون بهجة يا أخوي. طب ما فيش أي حاجة جاهزة من المبلغ؟ ولا الهوى ولا الهوى. الله يا بهجة، تعالي أنا عليا ليك. بس انا عارف دام فيها بس يبقى مفيش غيرها. نعناع، يلا.